حديث ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية محمد أنعم، مرحبا بك. مرحبا بكم. بعد عامين من اتفاق السويد، برأيك ما الذي جلبه هذا الاتفاق للحديدة؟ لم يجلب إلا المزيد من الموت، المزيد من الدمار، المزيد من الجوع، والمزيد من الإحقاق، والمزيد من سياسة التصعيد الحوثية والقتل والإرهاب اليومي الذي قال ابناء الساحل الغربي بشكل عام. لم ياتي اتفاق الحديده هو الذي وصفه جريفيس بانه اتفاق انساني بشيء لم تفتح المنازل الانسانيه ولم يسمح للمواطنين العوده الى قراهم ومنازلهم ولم تصل المساعدات الانسانيه الى المحتاجين في معظم محافظات الجمهوريه. لا زالت الميليشيات الحوثي تتحكم في كل شيء. لم ينسحب الحوثي من الموانئ الثلاثه راس عيسى وميناء الحديدة وغيرها. لم يسلم الحوثي السلطات المحلية كما وعد خلال 20 يوما للسلطات المحلية، ولم ينسحب مشرفي الحوثي من المدينة كما وعد أن ينسحبوا ويسلموا السلطة المعدة المحلية. قد في عام 2004 خالد إدارة الدولة للأسف. اتفاق السويد كان كارثة لأبناء الساحل الغربي ولأبناء الشعب اليمني. نعم، متى ستستجيب الحكومة للمطالب الشعبية والعسكرية بالانسحاب من هذا الاتفاق؟ أعتقد أن الحكومة في وضع صعب وهناك ضغوطات دولية تمارس عليها لإبقاء هذا الاتفاق، لكن الأخطر من هذا أن تمضي الجهود الدولية ويمضي المبعوث الأممي لتعميم اتفاق الحديدة على عموم محافظات الجمهورية تحت يسمى الاتفاق الشامل لوقف اطلاق النار، وهذا سيكون كارثي على اليمن بشكل عام وعلى الحكومه الشرعيه، وتتلافى الوقوع في هذا المركز وتعتبر مما حدث للقوات المشتركه اليوم في الحديده. وانا لا اعتقد انه سيكون القرار ملزما طالما ولم يتفق ولم يلتزم الحوثيون بتنفيذه. هو الاتفاق بين طرفين، من اقل بالطرف من اقل بالاتفاق من جانبه على الطرف الاخر ان يكون في حل مما اتفق عليه، وهذا اتفاق متعارف عليه عالميا. اعتقد انه لابد ان تقوم القوات المشتركه بدورها فيما يتعلق باستكمال تحرير مدينه الحديده، واذا كان هناك جديه من الاطراف الدوليه ان تلعب دور في حل سلمي للازمه اليمنيه عليها ان تثبت ذلك في تنفيذ اتفاق الحديده. الأستاذ محمد أنعم رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، شكرا جزيلا لك.